البدايات نتاع الحكومه منذ البدايه كانت متعثره. ليش؟ لانه اول عمليه قامت بها هو الذهاب الى السيطره على مفاصل الدوله، هو الذهاب الى السيطره على مفاصل المؤسسات القائمه اجتماعيه اقتصاديه كل على بعض، وانتم جزء من هذا تقاسوا فيه. وزراء جايين مش من اجل الاصلاح، جايين من اجل تصفيه حسابات ما هيش موجوده علاش تتصفى، جايين باش يغيروا كل على بعض بدون ما يكون فما بديل وتصور واضح اللي نجم يهزنا الى نتائج افضل.